السلام عليكم، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين فيديو جديد لتلفاز توشيبا LCD. هذا التلفاز يعمل فيه الصوت بشكل جيد، ولكن يوجد العطب في الصورة كما تشاهدون. ازدواجية في الصورة في هذا التلفاز، حتى القائمة ديال HDMI هي فيها دوبل، كتعطي دوبل ايماج. هذا هو العطب الموجود في هذه الشاشة. هذا العطب معروف بدوبل ايماج، كنلقاوه بزاف في الشاشات ديال سامسونج، ولكن هذه المرة لقيناه في شاشة توشيبا كما تشاهدون. حتى في الصورة عندما استعملت فيديو لهذه الشاشة توشيبا، نجد ان العطب يوجد في البالي في الشاشة ماشي مادر بورد. المشكل يوجد في البالين. بالنسبة لهادو اللي كيبقاو هكا دوبل ايماج، راه كيتصلحو كيتصاوب، يعني راه الا بقات هكا ما كتغيرش، يعني ما كتعطيش داك البيوضية في الشاشة ولا الخطوط. هادي راه كتصلح يعني تقريبا بالنسبة ديال 90%. ولكن بالنسبة لدوك الشاشات الاخرين اللي كيكون فيها كتعطي شويه دوبل ايماج، واحد شويه كتولي بيضه كلها، ما كتبقاش تشوف الصوره. اما هذه اللي كتعطي كما تشاهدون في هذه الصوره، كتعطي دوبل ايماج واخا تخليها النهار وهي خدامه، كتبقى على هذه الحاله هذه. يعني راه هذه تصوب، كتصوب وكتخدم مزيانه الصوره. سوف اصور لكم الموديل ديال الشاشه باش تعرفوا شنو الموديل ديال التوشيبا. 32 اف بي 933 جي، الموديل التلفاز التوشيبا LCD. سوف أبدأ بفتح الشاشة حتى تشاهدوا الطريقة ديال إصلاح هذا المشكل أو هذا العطب الموجود في ديال الدوبل إيماج في التلفاز توشيبا كما قلت في المرة الأولى. أنا سرعت شوية الفيديو باش نسر بيه دغيا باش تشاهدوا طريقة ديال الإصلاح كما تشاهدوا. هذا الموديل فيها المسطرة ديال التيكون، لا يوجد فيها التيكون في الشاشة، يعني فيها واحد المسطرة وكاين فيها واحد كف واحد في وسط الشاشة. هذا هو العطب الموجود في هذا التلفاز كما تشاهدون. باقي فيها المشكل ديال دوبل ايماج، واخا تخليها النهار كامل وهي كتبقى على هذه الحالة. يعني راه الحالة هادو كنصوبهم كيتصوبو مزيان. كاين واحد الطريقة جديدة باش الناس اللي يلاه بغاو يبداو في هاد المهنة ديال إصلاح البانين، قبل ما تقطع هاد الشاشة، كاين هاد تشوف بعدا الموديل ديال البانين ديال هاد مسطرة تايكون. هاد الموديل ضروري تعرفو باش تعرف كيفاش البلاصة اللي تقطع فيها. وكاين واحد الطريقة أخرى، يعني خصك تشوف هاد المسارات ديال اللي كيكونو في هاد الكف واحد، راه معروف كيكونو في الجهة اليمنى بحال هاد الجهة، وكيكونو في الجهة اليسرى. لحسن الحظ البالين هو المستر ديال تيكو، عندنا الإشارات موجودة كما تشاهدون، يعني مكتوبة. هذا الرموز ديال سيكاف في بي واحد، سيكاف في بي اثنان، سيكاف في واحد، سيكاف في اثنان، سي اس تي في بي، في سي اس تي، في اس اس. هاد الإشارات هما هادو. غادي نبداو الجهة اليمنية إن شاء الله، ولكن سوف أريكم هاد الإشارات اللي خصنا نقطعو. كاين سيكا في بي واحد، وكاين سيكا في اثنان، وكاين سيكا في بي اثنان. هاد الإشارات هادو هما اللولين اللي غادي نقطع هاد البلاصة هادي بالضبط كما تتشاهدو. راه كنشير ليها بهاد الإبرة باش هاد الإشارات هما اللولين خصهم يتقطعو، يعني واحد بواحد، ما تقطعوش كلهم حتى لا تضيع البالين أو هاد المسارات كلها. يعني ان عندما ابدا بقطع هذه المسارات، يعني انا قطعت جميع المسارات كما تشاهدون، ابدا بقطع اربع مسارات او ثلاثه تقريبا حتى يسهل علي ارجاع هذه المسارات الى مكانها اذا لم تنجح معي هذه الطريقه. لان بعض المرات اذا قطعت الجهه اليمنى لن تعمل معك الشاشه، يعني يجب ارجاع هذه المسارات الى مكانها واقطع الجهه اليسرى ايضا. لان بعض الناس بعض التعليقات كيقولوا لي ودي راه قطع لا جهه اللي قطعتي انت بحال نفس الجهه، ولكن الشاشه ما خداماش، كتبقى هي ولا كتمشي كاع الصوره نهائيا.
هاد الحالة هادي غادي تقطع بحال هاد المسارات هادو اللي كتشوفوا معايا في هاد الفيديو. تبعوا معايا الفيديو مزيان باش تعرفوا الطريقة. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرف الطريقة. هاد المسارات هادو قطعتهم صافي، هادو خصني نجرب دابا الصورة. كتقطعها شي ثلاثة المسارات تقريبا أربعة، إلا قطعتي أربعة ولا ثلاثة ماشي مشكل، ماشي بحال إلا قطعتي ثمانية ولا عشرة المسارات. دابا غادي نجرب، إلا باقي دوب الإيماج راه خص داكشي ترد ليه البال، راه ماشي هي هاديك. إلا خدمت الصورة بحال هادي كتشوفوا معايا، راه دابا الصورة كتبان ليا خدامة، غير باقي فيها بعض الخطوط رقيقة في الصورة، يعني الجهة التي يجب قطعها هي الجهانيت. يعني من اللي عطات هاد الصورة واقفة، مبقاش كدوبلا، مبقاش كتعطي كتزعزع، كتعطي ديك الدوبل ايماج. بالنسبة إلى مشات لك كاع معاك الصورة كاملة، ما بقاش كيبان والو، مشاو البيانات، يعني دابا ما بقاش البيانات، يجب إرجاع المسارات. ولكن في هذه الحالة اللي عندي أنا في هذه الشاشة، باقي البيانات كاينين، وكاينة الصورة كاع ما بقاش فيها دوبل ايماج. يعني اش غادي ندير؟ سوف أقطع جميع المسارات كما تشاهدون معي، سأنظف مكان هذه المسارات حتى تشاهدون معي المسارات بشكل جيد. ولا يجب تخريب مكان هذه المسارات، لأن سوف تحتاجها إذا لم تنجح معك هذه العملية، يعني يجب الاحتفاظ بهم كما تشاهدون معي في هذا الفيديو. أستعمل دموس حاد كما تشاهدون، أقطع فقط المسارات التي يجب فقط قطعها بطريقة جيدة كما تشاهدون. يعني عندما تعمل الصورة بشكل جيد سوف أبدأ بقطع جميع المسارات. يعني تقريبا هذوك المسارات فيهم شي تسعة ديال المسارات. بهذه الطريقة سوف تعمل معك الشاشة بشكل جيد، وإذا لم تعمل سوف ترجع المسارات إلى مكانها بتلحيمهم بالمكواة وبعض الأسلاك الرقيقة واللحم. الآن التلفاز معي شغال بشكل جيد، سوف أشغل التلفاز حتى تشاهدوا. بعد ما تم قطع هذه المسارات سوف تشاهد معي الصورة. لم يعد مشكل أو العطب ديال دوبل إيماج، الحمد لله تم إصلاح المشكل كما تشاهدون. حتى القائمة ديال السورس ديال الأش دي ميات مزيانة، يعني ما بقاش فيها داك الدوبل كتبيبري. الحمد لله تم إصلاح المشكل 100%، لم يعد هناك أي مشكل. اعمل لايك لهذا الفيديو إذا عجبك الفيديو، واشترك معنا في قناة نور إلكترونيك، لأن هذه القناة جيدة وفيها كل ما يحتاجه جميع التقنيين في الإصلاح ديال المشكل ديال الشاشات والصورة المزدوجة في الشاشات سامسونج، جميع الشاشات تقريبا ال جي فيهم هذا المشكل ديال الصورة المزدوجة. سأقرب لكم الصورة حتى تشاهد هذه المسارات بشكل جيد. الجهة اليسرى لم أقطع فيها أي شيء، يعني الجهة لم ألمسها فقط، يعني أن الجهة اليمنى هي التي يوجد فيها المشكل. باش تعرفوا هذا المشكل ديال الدوبل إيماج، راه كيكون المشكل في لي بيكسيل ديال الصورة، هما اللي كيكونوا خاسر شي واحد فيهم ولا جوج، كيسبب هذا المشكل ديال الدوبل الصورة المزدوجة كدوبل الإيماج. هذا هو الموديل، وهاد الجهة اليسرية ما قررت ليهاش كاع، ولكن إلا جاب الله كان المشكل باقي هو راه غادي نرجع دوك المسارات وعاد نقطع الجهة اليسرى، لأن الناس ما تعرفوش هاد الشيء هذا. إلا كيشوفوك درتي نتا الفيديو مثلا قطعتي الجهة اليمنى، نتا هما كيمشي كيقطعوا ليك الجهة اليمنى، يقطعوها كاملة كاع، وفي الآخر كيلقى المشكل، كيلقى الصورة ما كايناش ولا كيبقى باقي المشكل ديال الدوبل إيماج. هاد الحل هو هذا اللي درت، كتقطع بعض المسارات هما الأولين، عاد يمكن لك تقطع كل شيء. الحمد لله تم إصلاح المشكل ديال التلفاز توشيبا ال سي 32 البوصة. بعد ما تم إصلاحها سأريكم الصورة حتى تشاهدوا معي. بعد ما تم تجربة التلفاز لمدة سوف تشاهد معي الفيديو.
كما تجاهل هذه الصورة أصبحت بشكل جيد، حتى الخطوط الرقيقة التي كانت في الصورة لم تعد موجودة، يعني أصبحت الشاشة شغالة تقريبا ب 90%. لم يعد هناك أي مشكل في الصورة أو أي عطب. بالنسبة للناس اللي كيسولوني أو يتساءلون كم مدة تأخذ الشاشة في الإصلاح أو في مدة صلاحية هذا البانين، بالنسبة للشاشة الإخوان إلى ضربات تقريبا واحد المدة طويلة وفي هذا المشكل هذا، يعني راه ما بقى ليها والو، يعني تقدر تضرب عاود تاني عاد عام أو عامين أو 3 سنوات تقدر ترجع لنفس المشكل ولا تمشي على الإيماج الصورة، لأن بعد الشاشات القادمة يقع لهم هذا المشكل هذا ديال الصورة المزدوجة. أتمنى أن تشاركوا معي في القناة وأعملوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا معي في قناة سنور إلكترونيك وفعلوا زر الجرس، وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو.